داخل هذا المنزل الصغير يسكن سليمان وطارق مع إخوتهم الصغار ووالدهم العاطل عن العمل، حيث أنهم بعد خروجهم من المدرسة يشاركان هموم والدهم ويقومان بجمع القمامة لتخفيف عبء المصروف اليومي لأسرتهم. المدرسة نخلص مدرسة دوامنا نكون شركيس ونجي لهم وين في نايلون نزلق عشان ندفع عليهم نطبخ طبختنا ندفع. احنا جايين لقط نايلون عشان نشعل عليهم الصبح ندفع، واهلي ما معهم حاطة ولا ما معهم شيء. وبعد يوم شاق من العمل يعودان الى المنزل وقد حصلوا على شيء يدفئ بطونهم الصغيرة، ويقول والدهم أن وضع المعيشة الصعبة وفقدان فرص العمل دفعته ليخرج أطفاله لجمع القمامة من أزقة البلدة. نحن هون ريف شمالي عندنا الوضع كثير صعب، يعني المعيشة، الخبز، الغاز، يعني حتى لدرجة التدفئة والطبخ ليك الأولاد عم يبعثون يلموا كياس نايلو من إيش؟ من غلات المازوت. فتنا على جو الشتوية، لا في حطب لا في مازوت. الخبز كتير صعب بالنسبة للطبخة، لا غيره لا سواته كله غالي. وهون عنا ما في، يعني وضعنا كتير صعب، يعني ليك عم يلموا تقريبا من القمامة لنعلق الصوبيا ليطبخوا ويدفوا بنفس الوقت. هون عنا عائلتنا 8 أشخاص، نحن الوضع كتير صعب. طيب شو بنعمل يعني؟ وهكذا يبقى أطفال ريف حمص الشمالي بين حاضر مؤلم أو مستقبل مجهول، فتصمت أمام هذه المشاهد أقوى العبارات في بلد نظامها لم يعد يفرق بين الكبير والصغير. أنس أبو عدنان، قناة الجسر الفضائية، مدينة حمص.